بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جيت نحكي لكم قصة هاجر طنجاوية. كتقول هربت من هم دارنا وطحت في هم ولد خالتي. كتحكي هاجر وكتقول أنا عشت في دارنا وكان عندي جوج خوت مزوجين واختي صغيرة، وكانوا عيالتهم كيغيروا مني بزاف. حرشوا خوتي باش يقولوا البابا يخرجني من القراية باش نبرك في الدار ونعاونهم. كانوا كيقولوا لي ماشي حنا خدامين ديال ماماك واختك، لان اختي الصغيرة كان عندها التوحد، وكانوا عيالات خوتي كيديروا النوبة عليها، لان ماما مرة كتمشي تنعس ترتاح لأن عندها الطونسيو. بركني بابا من القراية وقال لي ما غادي يخصك حتى شي خير، اللي بغيتيها نجيبها ليك. صراحة ما كان خاصني حتى شي خير، ولكن كنت باغا نقرأ ونكمل قرايتي بحال جميع الناس. كنت كنحب نقرأ بزاف، كان عندي أحلام بغيت نحققها. كنت كنتمنى نقرأ القانون ونكون قاضية، ولكن ما شاء الله. بكيت وما بغيتش نخرج من القراية. كتوبتي عيالات خوتي شرقوهم ليا وما كيضحكوا. كنت كنعس على الصداع والغوات، وكنفيق على الصداع والنقير ديال عيالات خوتي. ديما كيتخاصموا على الشغل ديال الدار، وملي كيملوا من بعضياتهم كيجيو ليا انا، كيوقفوا ليا على راسي وكيبداو عليا. ايوا لالا الاميره، تبقاي غير ناعسه وحنا نحضروا ليك باش تاكلي. عري على كتافك، راك وليتي امراه، نوضي عاونينا شويه. كنسكت عليهم باش ما نوضش المشاكل ونفقس الوالده. بركه عليها غير فقسه ديال اختي اللي محناها. بديت كنعاونهم واحد شويه باش غير ما نسمعش النقير ديالهم، وباش ما يسمعوناش الجيران يضحكوا علينا. مليت من الدار والمشاكل ديال عيالات خوتي، جاني اكتئاب. وليت نخمم نهرب من الدار ونقول ما غداش نلقى الرحمه في الزنقه. شويه كنت راجع على قبال ماما واختي ونقول شكون اللي غادي يعاون ماما. زاد عليا ولد خويا شد الباكالوريا، وماما باش تفقسني جات كتزغرت حتى ودني وكتغيزني حيت خرجوني من القرايه. بديت غير كنبكي، ما بقيت لا ناكل ولا نشرب. شديت الفراش، جاب لي بابا الطبيب، قال ليهم عندك اكتئاب حاد وخاصه تسافر بشي بلاصه يكون فيها البحر. خالتي كتسكن في طنجة، داني بابا لعندها وخلاني عندها. صراحة حسيت بواحد الراحة وانا عند خالتي، وعمرني كنت كنظن ان ولد خالتي غادي يتعلق بيا، وعمرني خممت فيه. كان يحن عليا بزاف، كان يشري لي اللي بغيت، وكان كيخرجني للبحر وكيقول لي النكات باش يضحكني ويخرجني من الاكتئاب اللي عندي. صراحة ولفتو وتعلقت به بزاف. دوزت عند خالتي شهرين، كانوا أحلى أيام عمري. بابا تكلم مع خالتي في التليفون وقال لها كيف بقات بنتي. قالت لي خالتي راها تحسنات، ولات تضحك ولات لاباس عليها. هو يقول لها قولي لها نهار السبت الماجي راني غادي نجي رجع للدار. قالتها لي خالتي، تصدمت وانا نقول لها لا خالتي بغيت نبقى عندك الله يحفظك. وهو يسمعني ولدها، وهو يقول لها ماما قولي لباباها رحنا غادي نجيو عندهم ونجيبوها معانا. تكلم ولد خالتي مع ماما وقال لها باننا كنبغيو بعضياتنا وبغيت تزوج بيا. خالتي قالت لي ما غاديش نلقى احسن من بنت اختي. طلبني ولد خالتي من بابا،
في الأول رفض وقال خالتي بأني مازال صغيرة على الزواج، كانت عندي 19 سنة. ولكن ملي سولتني ماما قلت لها راني وليت كنبغيه وبغيت نتزوج بيه. قالتها البابا هو يقول لها على بركة الله ملي البنت بغات تزوج. داروا لي العرس، تزوجنا. صراحة كنا عايشين زوين، خالتي كانت كتعاملني أكثر من بنتها، ولكن اللي ما عجبنيش هو الحكام ديال ولدها. ولد خالتي ولا كيحكم بزاف، ملي تزوج بيا ما بقاش يخرجني وما بقاش يمشي معايا للبحر، دار ليا بحال السجن في الدار، ممنوع الخروج. ما كتعيا في خالتي، خلي مراتك تخرج، نخرج انا وياها غير الجردة، ناخذ غير شويه ديال الشمس او نمشيو للبحر. كان كيرفض. داز العام الاول ولا كيقول ليا الا ما ولدتيش راني نتزوج عليك المره الثانيه. سمعاتو خالتي لاني كنت عزيزه عليها بزاف. ملي مشى للخدمه داتني خالتي عند واحد الطبيب حدانا، يعني قدام الدار، خاص بالنساء. ملي رجع قالت لي خالتي راني ديت مراتك للطبيب اللي حدانا وكشف عليها وقال لي هاي يمكن تحملي. تعصب وبدا كيخاصم على خالتي وقال ليها مع من تشاورتي دي مراتي لراجل يكشف عليها. جا عندي انا وقال لي كيفاش عطاك خاطرك راجل يكشف عليك؟ طرشني وضربني وخرج من الدار. فديك الساعة كرهته وكرهت راسي، عمرو ما مد يدو عليا. بقيت كنبكي حتى سكتتني خالتي. بغيت نمشي لدارنا، فكرت فين غادي نمشي، من جحيم لجحيم، اللهم جحيم ديال راجلي. خفت نرجع يتشفاو فيا عيالات خوتي. بقى ولد خالتي مخاصمني واحد مدة ديال 6 شهور. حتى واحد النهار جاتو السخانة، بقيت حدا راسو الليل كله وانا ندير ليه في الكمادات، وفي الصباح لقاني ناعسة في الأرض. بدا كيعيط على خالتي وانا نفيق، قلت ليه مالك خاصك شي حاجة؟ قال لي علاش ناعسة في الأرض؟ قلت لي غير بقيت كندير ليك الكمادات حتى هبطات في السخانة وغلب عليا النعاس وانا نعس. 6 شهور ما هدرني، فرحت لأنه تكلم معايا. قال لي دوزي تنعسي في بلاستك. وهي تدخل خالتي قالت لي على سلامتك يا ولدي، البارح خلعتيني عليك، مراتك مسكينة الليل كله هي كدير لك الكمادات. دار لعندي وقال لي شكرا وسمحي لي لا ضربتك لأني مرضيتش راجل غريب يكشف عليك. حتى أنا قلت ليه اسمح لي لأني حتى أنا ما خديتش الإذن ديالك. من هذاك النهار ولينا سمن على العسل، ما كان دير شي حاجة حتى كنت شاور مع راجلي. دازت 3 شهور وهي ولات كتجيني الدوخة وبديت كنت قية. وهي تقول لي يا خالتي هذا الشي اللي عندك راه علامة ديال الحمل، راكي حاملة بنتي. وبدات كتزغرت وهو يسمع ولدها، هو يقول لها علاش كتزغرتي امي؟ قالت ليه ايوا راه مراتك حاملة. فرح وعنقني وهو يقول لي واخيرا تحقق الحلم ديالي. دازت 9 شهور ولدت بنية وفرحنا بها بزاف، وعشت سعيدة مع ولد خالتي لأنه نهار اللي ضربني صبرت، كنت تهورت ورجعت لدارنا، كنا رجعت كيف كنت من قبل. خذوا قصتي عبرة، وإياكم تهوروا وتسرعوا، صبروا لأن الله مع الصابرين. إلى عجباتكم القصة ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتديروا إعجاب وتبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائدة وياخذوا الناس عبرة من هذه القصص اللي كنعطيكم. وشكرا لكم كاملين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب اللي زار قناتي، شكرا لي بزاف. وإلى اللقاء
في فيديو قادم بحول الله تعالى.